الكاميرات يلا تفضل احكي اللي بدك احكي. كيف كنتوا عايشين؟ انا ما عشت، انت اللي عشتها مش احنا اللي عشتها. الكاميرات انساك. شو صار معكم؟ كيف شو عواطفك هلا؟ هلا مبسوط الا اهلك مكيفين؟ وقتيش عرفت انك بدك تروح يابا؟ انا قبل ساعتين. يعني انت مش من امبارح ولا من قبل اسبوع ولا من قبل 10 ايام بتعرف انه في ترويحات؟ لا. طب لما صارت الحرب شو صار معكم اول يوم الحرب؟ كيف دريتوا شو صار؟ شو عملوا لكم؟ سكروا كل الاقسام. وعندنا قسم النسوان عند الدمون. وجهك علينا. طلع الكاميرا. اول يوم اول يوم كان في النسوان قاعدين، سمعنا صوت النسوان قاعدين بنضربوا، وصار في عندنا قمعه وتخبيط، وكان يفوت علينا وحده القمع بس التنظيم منعهم. وضلينا من 7 اكتوبر لليوم. الاكل الاتصالات كان بس يجيب لنا وجبتين باليوم، وما كناش نسمع، كنا ننام واحنا جعانين. ما كانش في ولا صيغه تواصل بالمره، ما كانوش طلعوا لنا محاكم بالمره، طلعناش الا مره. مش الولد متوتر؟ انا ابني احمد، عشان تكونوا شايفينه هيك، انا ابني خاسس يمكن 10 كيلو بال4 اشهر هدول، اقل شيء وزنه خاسس، وجهه خاسس. كيف ودعت اصحابك بالسجن؟ كيف كان الوداع؟ كيف اجوا قالوا لكم بدكم تروحوا؟ كيف اجوك على السجن قالوا لكم؟ حكوا لنا تعالوا اطلعوا بسرعه، وكانوا كل فتره وفتره يطلعوا ناس. كنتوا شاكين انه في ترويح؟ هلا احكي مع احمد.